رجعت خي يا عين لا تدمعي له وتبتاه رجاته ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعي له وتبتاه رجاته ومحبينه. أنا والدة الشهيد مؤيد صلاح الدين. طبعا احنا من حزمة بس سكان طول كرم. الحمد لله رب العالمين. يعني هو كان مؤيد صار له 13 سنة مستشهد من العملية استشهادية وصار له 13 سنة في مقابر الأرقام. وإحنا يعني هو يعني ما اعتقدش أنه فارقنا لحظة. يعني في هو مستشهد وزي كأنه موجود بيننا وعايش بيننا. فإحنا بنستنى في هذه اللحظة اللي إحنا يعني نأخذ جثته معنا وندفنها في بين أهله وبين أحبابه يعني في مقابر المسلمين. والحمد لله رب العالمين إنه الله أكرمنا وفرج عنه وإن شاء الله الله يفرج عن كل شهداء المسلمين الأسرى ويفرج عن أسرى المسلمين الشباب. يا ربي الله يفرج عنهم إن شاء الله ويرد لهفة إمياتهم فيهم إن شاء الله رب العالمين. هو من صغره هو بطل الحمد لله رب العالمين. والحمد لله هو طلب الشهادة ونالها والحمد لله رافعين روسنا فيه ونال اللي بده إياه. وإحنا مبسوطين في استشهاده. يعني لما الواحد بيشوف معاناة الأسرى ومعاناة الشعب الفلسطيني يعني بيقول الحمد لله إنهم استشهدوا ولا إنهم يعني في سجون الاحتلال في الذل وفي الهوان. فالحمد لله رب العالمين. إحنا مبسوطين في الإفراج عنه الحمد لله رب العالمين. والله يفرج عن كل شباب المسلمين. طبعا أول شيء يعني انبسطنا كثير في هذا الخبر أننا نسلم ابننا وندفن جنب أخوه ثابت وأهل بلده. الحمد لله رب العالمين. يعني شيء كويس جدا. بوجه لهم ان اول شيء الصبر منيح يصبروا وان شاء الله رب العالمين ان يفرج عنهم ويأخذوهم زي ما غيرهم من قبر في مقابر المسلمين. يما شفنا وين تصاوب يما تفكر تحت وحارب يما شفنا وين تصاوب. شعور فرحة في ابنها العريس شهيد وعريس وشهيد الوطن شهيد فلسطين شهيد الأمة العربية. وبشكر الرئيس أبو مازن على شهوده اللي عمل فيه ليطلع الشهداء والأسرى. وبدنا بس الأكثر شيء كمان شهوده على الأسرى الحقيقيين يعني الحيين. بقولهم أصبروا إن شاء الله الفرج قريب إن شاء الله الفرج قريب. مثل ما رب العالمين أكرم سرحان وشهداء الأب سرحان إن شاء الله ربنا بيكرمهم بيطلعوا بيزفوهم وأحلى عرساء شهداء فلسطين. مدفون فلسطين برضه يعني سواء هناك فلسطين هم فلسطين الحمد لله رب العالمين. بس سواء بين أهله وبين ناسهم يعني نروح عليه يوم العيد وعلي كذا أصحابه يطمنوا إنه في عندهم بين ديهم سرحان ودفع التكة الإسلامية الحمد لله رب العالمين. يعني اغلب ما فيش اغلب من سرحان الاثنين رب العالمين والوطن. هو راح في الاثنين في الوطن وفي رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصبر ولادكم عند سواء كانوا فين هون او في الارقام هم في ارض فلسطين ونروح عند رب العالمين. وان شاء الله بجهود اخونا ابو مازن او والدنا ابو مازن قبل ما يكون رئيسنا والدنا ان شاء الله بيطلع كلهم ان شاء الله بالسلامه ويجوا على يدفنوا هون بلدنا على الطريق الاسلاميه.